فقال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الإمام العادل هو الذي عدل في رعيته، ولا عدل أقوم ولا أوجب من أن يحكم فيهم شريعة الله، هذا رأس العدل، لأن الله يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فمن حكم بشعبه بغير شريعة الله فإنه ما عدل، بل هو كافر والعياذ بالله، لأن الله قال: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا وضع هذا الحاكم لشعبه قوانين تخالف الشريعة وهو يعلم أنه خالف الشريعة ولكنه عدل عنها وقال: أنا لا أعدل عن القانون، فإنه كافر، ولو صلى ولو تصدق ولو صار ولو حج ولو ذكر الله ولو شهد للرسول بالرسالة فإنه كافر، مخلد في نار جهنم يوم القيامة.